قلبك حنين يا نبي، مفيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل المفرش اللي بدأناه مع بعض. وصلنا للسطر رقم 11، هرتفع 5 سلاسل وهشتغل فراغ فوق الأعمدة فوق رابع عمود، عمود فوق رابع عمود، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل تاني فراغ، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل تالت فراغ، وهشتغل فراغ فوق الأعمدة. كده اشتغلت 4 فراغات. هشتغل أعمدة في الفراغ الخامس، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود، هشتغل فراغين وأعمدة في الفراغ الثالث. بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي بعد الأعمدة، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل فراغ فوق الأعمدة. ده أول فراغ. اشتغلت 9 فراغات وهشتغل أعمدة في الفراغ العاشر، هشتغل فراغين وأعمدة في الفراغ التالت، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي بعد الـ4 أعمدة، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل فراغ فوق الأعمدة. اشتغلت 7 فراغات وهشتغل أعمدة في الفراغ الثامن، بعد كده هشتغل فراغين وأعمدة في الفراغ الثالث. وهكمل بنفس الطريقة، هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي بعد الـ4 أعمدة، هشتغل فيه أعمدة، فراغين، أعمدة في الفراغ التالت. هكمل بنفس الطريقة ونرجع. ابتدي سطر جديد، وده السطر رقم 12، هشتغل منزلق عشان اوصل للفراغ، هرتفع 3 سلاسل، هشتغل 3 أعمدة، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود، وده أول فراغ. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل فراغ فوق الفراغ، كده أنا اشتغلت 5 فراغات وهشتغل أعمدة في فراغين. هشتغل عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود،
بعد كده هرتفع سلسلتين وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، هكمل فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي فوق الأعمدة، هشتغل فيه أعمدة. كده اشتغلت 5 فراغات، هرتفع سلسلتين واشتغل 4 أعمدة في الفراغ ده، الفراغ السادس. هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود، وهكمل فراغات لغاية ما اوصل للفراغين اللي بين الأعمدة. نخلي بالنا ان الاعمدة والفراغ اللي فوق بعض دول مش هيتغيروا لنهاية المفرش، سطر بشتغل فيه فراغ وسطر بشتغل فيه اعمدة. كده انا اشتغلت 6 فراغات، هشتغل اعمدة في الفراغ السابع والثامن، بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغين اللي بعد الأعمدة، هشتغل فيهم أعمدة وهكمل بنفس الطريقة ونرجع. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 13، هرتفع 5 سلاسل وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، هشتغل عمود فوق رابع عمود، هرتفع سلسلتين وهشتغل فراغ فوق الفراغ، اشتغلت 4 فراغات، هشتغل أعمدة في الفراغ الخامس والسادس. هشتغل أعمدة فوق الأعمدة، دول 7 أعمدة، وهشتغل أعمدة في فراغين. يبقى أنا اشتغلت أعمدة في فراغين اللي قبل الأعمدة، وأعمدة في فراغين اللي بعد الأعمدة. هشتغل عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود، بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغين اللي قبل الأعمدة. ده أول فراغ، اشتغلت 9 فراغات، وهشتغل أعمدة في الفراغ العاشر والحداشر،
بعد كده هشتغل 7 أعمدة وأعمدة في فراغي، وهشتغل فراغات لغاية ما أوصل للفراغين اللي قبل الأعمدة. هشتغل 7 فراغات وأعمدة في الفراغ الثامن والتاسع، وأعمدة فوق الأعمدة، وأعمدة في فراغين. هكمل بنفس الطريقة ونرجع. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 14. اشتغلت منزلق عشان أوصل للفراغ. هرتفع 3 سلاسل وهشتغل 3 أعمدة في نفس المكان، يبقى عندي 4 أعمدة. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود، ده أول فراغ. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل تاني فراغ، اشتغلت 3 فراغات وهشتغل أعمدة في الفراغ الرابع، وهشتغل فوق كل عمود عمود الأعمدة دي كلها. وبعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ، اشتغلت أعمدة فوق الأعمدة وأعمدة في الفراغ. بعد كده هشتغل فراغات، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل 4 أعمدة في الفراغ. كده أنا اشتغلت 4 فراغات. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهشتغل أول فراغ، اشتغل كمان 3 فراغات، هيبقى عندي 4 فراغات، وأعمدة في الفراغ الخامس فوق كل عمود عمود، وأعمدة في الفراغ اللي بعده. هكمل بنفس الطريقة ونرجع. ابتدي السطر جديد، وده السطر رقم 15، وهرتفع 5 سلاسل وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل فراغ فوق الفراغ، هشتغل 3 فراغ، ورابع فراغ هشتغل فيه أعمدة، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. هشتغل كمان 3 أعمدة فوق الأعمدة، يبقى كده اشتغلت أعمدة في الفراغ و4 أعمدة في بداية الأعمدة. بعد كده هشتغل 5 فراغات فوق الأعمدة، هرتفع 2 سلسلة وتخطى عمودين واشتغل عمود في العمود التالت، اشتغلت 5 فراغات وهشتغل 7 أعمدة فوق الأعمدة، وهشتغل أعمدة في الفراغ. بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي قبل الأعمدة، هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود،
اشتغلت 7 فراغات وهشتغل أعمدة في الفراغ الثامن وهشتغل 4 أعمدة و5 فراغات و7 أعمدة في نهاية الأعمدة وأعمدة في الفراغ. هكمل بنفس الطريقة ونرجع. ابتدي السطر جديد وده السطر رقم 16 وهشتغل منزلقة عشان أوصل للفراغ. هرتفع 3 سلاسل هشتغل 3 أعمدة في نفس المكان يبقى عندي 4 أعمدة. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود ده أول فراغ. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود ده تاني فراغ. هشتغل أعمدة في الفراغ الثالث وهشتغل 4 أعمدة فوق الأعمدة. في نهاية الأعمدة هشتغل فراغ ارتفاع 2 سلسلة وأتخطى عمودين وأشتغل عمود في تالت عمود. هشتغل أعمدة في 4 فراغات عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود. بعد كده هشتغل فراغ فوق الفراغ وهشتغل فوق كل عمود عمود. بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي فوق الأعمدة. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل 4 أعمدة في الفراغ. اشتغلت 4 فراغات و4 أعمدة في الفراغ. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود ده أول فراغ ده تاني فراغ تالت فراغ. واشتغلت 3 فراغات بعد الأعمدة. بعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ الرابع و4 أعمدة. وفراغ في نهاية الأعمدة ارتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود في آخر عمود. بعد كده هشتغل أعمدة في 4 فراغات وهشتغل فراغ فوق الفراغ فوق كل عمود عمود. وهشتغل 3 فراغات لغاية ما اوصل للأعمدة. هشتغل 4 أعمدة في الفراغ وهشتغل فراغات وأعمدة في الفراغ و4 أعمدة وفراغ. وهكمل بنفس الطريقة ونرجع. ابتديت سطر جديد وده السطر رقم 17. هرتفع 5 سلاسل وهشتغل فراغ فوق الأعمدة. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل فراغ فوق الفراغ. اشتغلت 2 فراغات وهشتغل الفراغ التالت. هرتفع 2 سلسلة وهشتغل عمود فوق العمود. بعد كده هشتغل 4 أعمدة وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ
هرتفع سلسلتين واتخطى عمودين واشتغل عمود في العمود التالت. بعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ وهشتغل أعمدة فوق الأعمدة. كل عمود عمود وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. هرتفع سلسلتين تخطى عمودين واشتغل عمود في آخر عمود. بعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ وهشتغل فوق كل عمود عمود. هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للأعمدة. اشتغلت 8 فراغات وهشتغل 4 أعمدة. وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ وهشتغل أعمدة في الفراغ. وأعمدة فوق الأعمدة. في نهاية الأعمدة هشتغل فراغ وهشتغل أعمدة في الفراغ فوق كل عمود عمود. وهشتغل فراغات لغاية ما أوصل للأعمدة وهكمل بنفس الطريقة. إن شاء الله الفيديو الجاي نكمل المفرش مع بعض. دمتم في حفظ ورعاية الله.